شايفين باينه انه عليها زيت صح؟ بصوا باين انه انا اهي عليها زيت، حاسين؟ دي لو ما بعد ما اتغسلت ما اتحطش عليها زيت بجد 10 دقائق وتصدي، يعني بس هي الخطوه دي خلصنا قدمنا اكلنا فيها راحت الحوض، ما تتركنش في الميه، تتحط على جنب من غير اي ميه، تتغسل تتمسح، ممكن تتنشف على البوتاجاز شويه تتحط تسخن كده للامان يعني، او وبعد ما تخلص ندهنها. طب صدت، هنجيب ملح بحري الخشن وندعكها كويس بالملح البحري، بيعمل سكرابينج زي صنفره، بنشيل طبقه وبعدين بندهنها زيت كويس من كل الجهات، لما اقول زيت لانه كلها قطعه واحده، شايفين مصبوبه صبه واحده، بنحطها بالشكل ده كده جوه الفرن على اعلى حراره نص ساعه، هتدخن شويه، تفتحوا الشباك. ده اللي هو السيزنينج، زي ما نقول بتقولوا ايه عن الطاجن، بنقول ايه، بنحرق الطاجن بالفرن مثلا، ده بيديله طعم وبيديله حياه لفتره اطول.